بعد ساعات طويلة ومرعبة شحنت فيها أعصاب عائلته وكذلك رفاقه وأبناء عمومته، كما شغلت الرأي العام أيضا في العراق ومنصات التواصل الاجتماعي أيضا، الكل يتساءل أين هو الآن وما هو مصيره. بالتأكيد ستتذكرون معي قصة الشاب صاحب مكتب الصيرفة الذي تناولنا موضوعه، طرحناه يوم أمس في برنامج متداول، بعد أن اختطفته جهة مجهولة مسلحة في مدينة الصدر وسط بغداد. اليوم انتشر مقطع فيديوي قصير آخر يوثق لحظة الإفراج عن صاحب مكتب الصيرفة. تم الإفراج عن الشاب المختطف الذي شاهدناه يوم أمس في مقطع الفيديو المتداول والذي انتشر يوم أمس. اليوم أفرج عنه مقابل فدية مالية. لنتابع. فرحة لا توصف بخبر إطلاق سراح صاحب مكتب الصيرفة، والمعلومات تؤكد أن الجهة الخاطفة ساومت عائلة الشاب على مبلغ مالي ضخم مقابل الإفراج عن ابنها، وأيضا اشترطت عليهم عدم إبلاغ القوات الأمنية أو خلق بلبلة أو أي شيء من هذا القبيل، وكان للخاطفين ما اشترطوه. فالعصابة أخذت الفدية من عائلة الشاب ثم ألقته في إحدى شوارع بغداد، ولله الحمد استلمته عائلة الشاب المختطف سالما معافا. حادثة هي ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة. المختطف أصبح في أحضان عائلته ووسطهم، أما الجهة الخاطفة لا تزال حرة طليقة بعيدة عن الأنظار. هذا ما جعل الكثير من العراقيين يتساءلون إلى متى تبقى هذه العصابات خارج أسوار قبضة القانون. لنقرأ لكم بعضا من ردود الأفعال الواردة حول قصة اختطاف صاحب المكتب الصيرفة ومن ثم إطلاق سراحه مقابل فدية مالية كبيرة. نبدأ تلك التعليقات مع محمد الخالدي. يقول محمد الخالدي في تعليقه: الحمد لله والشكر على سلامتك حبيبي، كل العراقيين دعوا لك، الله يفرج عنك. بس أني ظل بالي على أبو السايبة أو على أبو السايبة اللي طب النص أثناء عملية الخطف، فوين صفى بي الدهر؟ هو كاتب السائبة. تعليق من سجاد المرادي: ما حد خلصان بهذا البلد، لا الفقير خلصان ولا اللي الله راسقه خلصان، مشكلة. الحمد لله على السلامة. زين والحكومة شنو دورها؟ لزموهم؟ لا. تعليق من جبار الموسوي: غابئ، بلد غير صالح للسكن. شكرا أمريكا على هالحرية والديمقراطية. الخاطف فلت بالفلوس والمخطوف رجع بالسلامة، بس أبو السايبة وين صار؟ الجميع يتساءل على أبو السايبة. أنور العبيدي يقول: والله أخو صديقي هم عنده محل موبايلات وحاليا مخطوف، وطلبوا فدية 70 مليون منهم، وقالوا لهم إذا نسمع بيكم تشتكون نشمر راسه بالشارع، وقاعدين وساكتين وما ضل شيء، ما باعوا من أملاكهم فقط ليفرجون عنه، وهم لا حس ولا خبر، والله يستر. كرار يقول، كرار الكركوشي في تعليقه: الدولة ما أدري شنو شغلها، لا يوم رجعت مخطوف، لا عانت معتاز ولا حافظة كرامة شعبها إلا الله. أنا راح أحضر لي 7 شدات، خاف واحد ينخطف من العائلة حتى نرجعها بسرعة وما نبقى بقلق، والفقير إلى الله. تعليق من سلام الخفاجي يبدأ تعليقه بضحكة طويلة، لنقرأ الضحكة. لا عصابات ولا شيء، هذا جمهور الأحزاب اللي يمتلك هويات وباجات وترخيصات، انقطعت مواردهم، قاموا يخطفون ويسلبون وكل شيء يسوون. أنا ما محيرني بس شغلة بسيطة،
شلون القوات الأمنية وصلت بسرعة للي اتصل بداليا نعيم وتحارش بيها على الهواء، بينما هذا المقرود اللي خطفوه وغيره وغيره ما حد وصل للعصابة اللي خطفته؟